عودة للمتابعة. نحن وياكم مثل ما قلت لكم اليوم كتار منكم بيتبعوا نظام غذائي معين لا ينحفوا ولا يضعفوا، كتار منكم دغري بردوا الوزن، في منكم بحافظوا عليه. الطريقة الصحيحة اللي دايما كارلا بتخبركم عليها وأنا مؤمن فيها كمان إنه بالفعل لازم ناكل من كل شيء ولكن بكميات متواضعة ومعتدلة. أما اليوم أفكار جديدة عن دايت ممكن يخليكم تخسروا أكثر من الوزن بشكل صحي رح ناخدها من كارلا خفيف نظيف. صباح الخير. صباح الخير جوزيف. كيفك؟ اليوم في دراسة كبيرة جدا. نعم. راح تصدق كلامي وكلامك. أها. يلي هو أي دايت أحسن من التاني؟ هل هي يلي ما فيها كربوهيدرات بتعرف بيعملوا هاي بروتين، هاي كربوهيدرات، لو فات، لو بروتين، يعني كل مرة بنقوا شيء ما بقطع النشويات كله باكل بس فات ودهون يعني وبروتين، أو بالعكس باكل أكثر كربوهيدرات أكثر نشويات وخفف كثير اللحوم؟ الحقيقة تبين معنا تررررا إنه ما حدا بيربح. كلهم نفس الشيء. نعم. كل الأنظمة الغذائية اللي ممكن أنه إحنا نتبعها بتخسرنا وزن، وهيدا ناتج عن دراسة تقريبا مش دراسة واحدة، يعني دراسة حكيت عن 48 ستادي، يعني جمعت تقريبا 48 ستادي 50 ستادي تابعت فيهم، هالستاديز تابعوا فيهم 7000 شخص، وكل شخص او كل مجموعه من هالاشخاص تابعت او كانت عم بتتابع نظام غذائي منحف معين، واللي قلت لك عنه ممكن يكون قليل النشويات او لا. بالنهايه من بعد 6 أشهر تقريبا كلهم كل هالانواع كانوا متساويين بكميه الوزن يلي الناس خسروه. هلا بغض النظر منيح او ما منيح للصحه، نعم. يعني هن ما طلعوا هل دايت على الكوليسترول او هيدا دايت على الدهون بالدم، هيدا دايت صعب، هيدا هين، لا شافوا كان عم بيطلعوا اي بينزل الوزن اكثر، تبينوا انه كلهم متساويين وكلهم بنسبة تقريبا حوالي 6 أشهر ضعفوا الأشخاص اللي تابعوهم حوالي 8 كيلو. هلا يلي الأبشع من هيك إنه بعد سنة ردوهم بلشوا يردوا، مش كل شيء، بتلاقي إنه الناس ردوا كيلو أو 2 من اللي خسرون. هلا بعد 5-6 سنين 90% من هالأشخاص اللي ضعفوا 10 كيلو ردوا كل الوزن اللي خسروه. ليش؟ لأنه ما في ولا نوع دايت من كل هالدايت الموجودين بالسوق بتقلك او بتعلمك شو لازم تعمل لحتى تحافظ على وزنك. المينتنس بقى. هلا شو السؤال الكبير؟ انه انا ما بقى صعب بلش بالدايت، اهين شيء بلش بالدايت او نظام منحف اتبعه لشهر لشهرين لثلاثه لاربعه، في ناس بتضل 6 أشهر 7 أشهر. التحدي الاكبر جوزيف، التحدي الاكبر نحافظ. وهيدي انا بدي شابو بالا لجوزيف، هو انه نحافظ. نعم. لانه جوزيف من اكبر الامثله على الاشخاص اللي بيعرفوا يحافظوا على دائما على وزنهم وما بيتغير وزنهم عبر السنين، لانه بدنا نحن هلا منيو مثل ما بيقولوا او ليست او لائحه تقلنا يا جماعه شو لازم اعمل لحتى حافظ على الوزن اللي خسرته. طيب كارلا شغله، اذا الواحد اتبع البروتيين مثلا في هول دوكان الى اخره ما نسميهم، يعني اتفقت على الانترنت واخذ او اونلاين مع دكتور دوكان وقال له دكتور دوكان ما تاكل الا هيدا وما تاكل كربوهيدرات الى اخره الى ملعقه اوت الصبح اللي هي بتعملها، وقدر يحافظ من بعد نزل 10 كيلو 12 كيلو بظرف 5-6 أشهر الى اخره، وقدر يحافظ بعدين بمينتننس اكل اللي انت بتعطيه عاده اللي هو مش مشكل. اكيد مش مشكل. انا هلا جوزيف رح اعطي لائحه بالاشياء اللي لازم نعملها. هلا هون اللي بدي اقوله انه هيدا مستوحى من نظامنا الغذائي اللي هو بنسميه الشرق اوسط الميديترينيان دايت، اللي تبين من 50 سنه لهلا انه اكثر شيء صحي، اكثر شيء عم بيخلي الواحد يخسر من وزنه، بس اهم شيء عم بيخليني ما ارجع انصح، عم خليني حافظ على وزني. بقى رح نعدهم انا وياك.
اول شيء وقتها بدنا نقول انه اي نوع دايت او ريجيم دائما بنفكر الطريقه اللي انا فيه استمر فيها، دائما فكروا يا جماعه هل شيء في اتبعه لاكثر من سنه سنتين ثلاثه، هيك فكروا. اول كرايتيريا او اول مثل ما بيقولوا رول لازم نتبعها، هل في استمر فيه؟ اذا ما في استمر فيه ما تبلشوا. هي النفسيه اهم من ما لها عازه. بعدين طبعا الرياضه، ما ننسى انه قديش مهم انه الواحد يعمل رياضه على القليله 30 دقيقه بنهار معظم ايام الاسبوع. ومنبلش بالنسبه للاكل، اهم شيء نركز على الخضره والفواكه، قديش لازم ناكل؟ يتبين انه اذا اخذنا بنهار تقريبا ما يعادل 4 حصص من الخضار، وكل ما كانت ملون الخضره كل ما احسن. شو كيف عم تحكي 4 حصص؟ يعني شو يعني حصه؟ حصه يعني انا اذا مثلا اوراق ركة او اوراق خس، الحصه هي ما يعادل الكوب، يعني انت فرمتهم عبي كبايه او مثلا مثل المجي اللي قدامنا هلا جوزيف، مثل هيدا مثلا، هيدا اذا عبيتها انا خس بتنعد حصه بغنو. النصه اذا كان مثلا جزر، اذا كان خيار بندوره، او اذا كان مثلا بزله وجزر. الخضره المطبوخه بتعتبريها خضره كمان؟ طبعا. سبانخ، ملوخيه، لوبيا مطبوخ نص، هيدي حصه يعني. انت 4 بكل سهوله فيك تطلع تجمع بنهار. بالنسبه للفواكه تقريبا اقل شيء 3، اذا قدرنا ناخذ اكثر ما بيمنع، لانه انت وقت تاكل الفواكه ما بتعود تفتش تاخذ اشياء ثانيه فيها سكر، لانه هيدي الحبه قطعه البرتقال هي حصه واحده. اذا بدي اعصرها قد بتطلع معي برايك هيدي البرتقال اذا عصرتها؟ ربع كبايه، ربع او نص حسب قديش فيها قديش فيها مي. من هيك انا يا باخذ مثلا الحصه هي ربع او نص كوب من العصير او حبة. بس هي الافضل تتاخذ مع الالياف، لا اللي هي مع احسن لحتى تشبع. يعني انا وقت اقول 3 ممكن تكون وحده برتقال، وحده تفاح، وموزه مثلا. او اذا كان عنب عندنا هلا، انا اذا بدي اعبي نص كوب من الماج عنب بيطلع لي تقريبا 15 حبه، هيدي حصه. في كثير دايتس بيقولوا ابعدوا عن العنب والموز مثلا. ما هلا هيدا اللي عم نقوله، انه ما في شيء منطقي بكل هالامور، هي بس بالنهايه قديش عم باكل وقد عم بصرف. اذا لاحظت انا هلا كل الاشياء اللي عم بقولهم بالمرتبه الاولى هن الاطعمه يلي اقل شيء فيها طاقه، من هيك بعدنا عم باكل وعم بشبع بلا ما جمع كالوريز. هلا طبعا في عنا شيء مهم كثير اللي هو زيت الزيتون. زيت الزيتون بدنا ناخذ منه على الاقل ملعقه او ملعقتين طعام، يعني مش اقل من ملعقتين طعام من زيت الزيتون. بعض الاشخاص ممكن ياخذوا 4 ملاعق حسب قديش هن بيطلع لهم كالوريز بالنهار، يعني انا اكيد بيطلع لي ملعقه او ملعقتين بالنهار، انت بيطلع لك 4. فهيدي عمليه. انا اكيد زيت الزيتون بياخذ اكثر من 4 بالنهار. هلا انت ما عم تخسر من وزنك، عم بتحافظ. وقت بتشوف كيف لازم تحافظ. انت عم تحكي لخساره الوزن. صحيح. بعدين عندك امور كثير مهمه مثل الجوز واللوز والمكسرات. يلي يوم ايه يوم لا، يوم بعد يوم فينا ناخذ منهم كمشه، لانهم كثير منيح. محل زيت الزيتون ممكن يكون محل كميه من زيت الزيتون مثلا ملعقه، او محل مثلا اي نوع سناك بدنا ناخذه، بدل ما اخذ كيسه شيبس صغير باخذ كمشه لوز او كمشه جوز. بالسعرات الحراريه تقريبا نفس الشيء، بس بالفوائد فرق فيتامين من السماء للأرض. اوميجا والى اخره. صحيح. عندك كمان اللي بننساه كثير، البقول يلي هن حبوب، بنسميهم حبوب نحن بس هن بقول، يعني عدس، حمص، فاصوليا، كمان يوم بعد يوم او على القليله مرتين بالاسبوع. ليه؟ لانه بيشبعوك. قديش لازم تاخذ؟ مش كثير، يعني ما يعادل الكبايه اذا بدك، مع اي نوع سلطه او اي نوع. بقول الفاصوليا مثلا بتعمل الغازات والى اخره، اسلقوها كبولها ميتها ورجعت بخوها، بس بتفقد من فوائدها؟ لا ما بتفقد من فوائدها، بتفقد شوي من المعادن اللي فيها، بس بعد فيها بروتين وبعد فيها الياف. وبالاخر بس قبل ما يسبقنا الوقت، بالنسبه للنشويات نجرب ننقي الاشياء المنيحه، مثل الخبز القمح الكامل، مثل البرغل، مثل مثلا الرز الكامل، وهدول بناخذهم 6 مرات بالنهار. المره بتكون نص كباية مثلا مطبوخة، يعني حلو. فيك تاخد كباية على الغداء، هي بيكونوا مرتين، أبعى على التروية أو أبعى على العشاء، كل أبعى هي مرتين، وهيك بنكون عم ناكل من كل شيء. بتجربة شخصية أنا بوافق رأيي، 6 مرات واحد ياكل بالنهار بكميات قليلة أكثر من 3 مرات بكميات كبيرة. أنا أكيد 100% بصب لك على القليلة 3 إذا على الدكتور ألفريد.